تلتئم او تلتئم الانديه الاردنيه على طاوله نادي الحسين للقاء اجتماع الدوري لانديه المحترفين. هذا الاجتماع الذي سيكون مساء يوم السبت جاء بدعوه من نادي الحسين وهي دعوه دوريه. معنا مباشره عبر الهاتف هاتف المجله الرياضيه رئيس نادي الحسين الرياضي السيد عامر ابو عبيد. مساء الخير. مساء النور، حياك الله. رمضان كريم باش مهندس، المهندس المسمى اللي كلنا عارفينه. ماذا على اجنده او ماذا على جدول اعمال اجتماع الانديه غدا؟ اول شيء شهر مبارك علينا وعليكم جميعا وعلى كل الاخوان المشاهدين. ان شاء الله احنا طبعا قدمنا دعوه وهي الاجتماع الدوري اللي اتفقنا عليه من بدايه اول اجتماع في نادي الفيصلي ولحقوا في نادي الوحدات، واليوم احنا قدمنا دعوه لاخواني رؤساء الانديه جميعا للحضور على اساس انه اجتماع نتداول فيه ما تم من الاجتماعات الماضيه واللي تحقق منه، وايضا نشوف التوجه واللي قاعد نشوفه من تاخير شويه على بعض الانديه في تعاقداتها ومنع التسجيل، وكيف ممكن احنا نزيد دعم هذه الانديه ونتوجه للاتحاد مطالبنا. وان شاء الله هو اجتماع تشاوري واجتماع دوري زي ما تفضلت قلت لك، وان شاء الله انه يكون اجتماع على خير وبركه باذن الله في هذا الشهر الكريم. فرصه الانديه استاذ عامر انها تعمل شيء بهذا التوقيت، الانديه امام تحديات كبيره جدا، وانت تحدثت عن ملف منع التعاقدات، الملف المالي، علاقه الانديه بالاتحاد. في عندكم شيء، في عندكم عرض على هذا الموضوع ولا هو بس تشاوري اذا في شيء جديد؟ لانه واقع الانديه غير مريح الان. والله هو واقع الانديه غير مريح لحد الان، لكن ان شاء الله راح تكون في اخبار ان شاء الله طيبه، سواء من الاتحاد او مساعدة الاتحاد. حتى في اجتماعنا السابق مساعدة الاتحاد للأندية في تجاوز موضوع تسجيل اللاعبين ودعم إضافي خلال الفترة القادمة تساعد الأندية شوية على الحصول على أقل ما يمكن لتصويب أوضاعها المادية، وأنه تقدر تعاقد الأندية ونقدر نمشي في المنظومة كاملة باللي بنقدر عليه. يعني تعرف انت الوضع المادي بتعاني منه كل الانديه جميعا، مش نادي او ناديين. وموضوع التعاقدات ومنع التسجيل اتوقع ان شاء الله في بوادر لحل هذه الازمه، بالحفاظ ايضا على حقوق الاخرين. صحيح، تمنع التسجيل وتحافظ على حقوق الاخرين، وان شاء الله راح يكون هناك في نقاش كثير. وبعد الاجتماع ان شاء الله بنطلع في يعني بعض نقول ان شاء الله مبادرات، احتمال كبير يكون وجود للاتحاد ايضا في الاجتماع ممثل بنائب رئيس الاتحاد وامانه السر والاعضاء ومسؤولين الانديه، برضو وجهنا لهم الدعوه حتى يكون التشاور زي ما بقولوا وجها لوجه، ونحط كل المواضيع على الطاوله ونطلع بملخص لما للوضع اللي احنا فيه، والحلول ايضا ان شاء الله تكون موجوده لجميع الاطراف. إذا كان هنالك يعني لا قدر الله غياب لبعض الأندية، أتمنى أنه ما يأثر على هذا الاجتماع، لأنه أنت بتتحدث عن 12 نادي من أندية المحترفين، وبالتالي هذه مسؤولية أن الكل يكون موجود وحاضر، لأنه مصلحة الجميع وليس مصلحة أي نادي على الآخر. أستاذ عامر، أنا ما بقدر يعني أضيع من إيدي فرصة أنك موجود معنا عبر المجلة الرياضية وأسألك. الأندية كلها اكتملت على مستوى الجهاز الفني، نادي الحسين شو سر التأخير؟ وين موجهين؟ والله احنا نطبخ على نار هادية. طبخة على نار هادية، ها؟ طبخة على نار هادية. لا إن شاء الله يعني احنا عندنا في الفترة القادمة راح يكون في تحديد الجهاز الفني والجهاز الإداري وبعض التعاقدات طبعا اللي عملناها خلال الفترة الماضية، وإن شاء الله زينا زي الأندية الثانية إن شاء الله. احنا بدايتنا حتكون الأسبوع القادم بداية التجمع، وحيبدأ إن شاء الله الفريق، ومستعدين للموسم كامل بإذن الله. سيدي، إحنا بانتظار إعلان هوية المدرب واكتمال منظومة نادي الحسين. آخر أخبار نادي الحسين
ما بعد الجهاز الفني؟ والله احنا كثير تعرف انت كثير تكلمنا كثير في منظومة إدارية ومنظومة عمل وتطوير، وامورنا كلها الحمد لله على اتم الاستعداد. وموضوع مشروعنا ان شاء الله احنا خلصنا المخطط النهائي وراح نبلش فيه قريبا. موضوع الحافلة يمكن اثاروها بعض الاعلاميين قبل فترة انه في يعني احنا نتكلم عن مشاريع كبيرة وبعض النادي غير مؤهل لنقل اللاعبين، وفعليا احنا جبنا حافلة جديدة لها تقريبا سنة ونص في المنطقة الحرة، بس بنستنى موافقات الجهات حتى انه ندخلها. وقال انه هذه لا تخضع انه غير معفى الأندية الرياضية من الجمارك. قلنا ما مشكلة احنا ندفع الجمرك، بما انه تكلفنا في حافلة ب 70-75 ألف دينار حندفع كمان جمركه، بس نخلص من المعاملة يعني لها سنة ونص تقريبا مش عارفين كيف نخلص الباص وكيف نطلع من الحرة. يعني مشكلتكم وين أستاذ عامر؟ مشكلة باص أعطيني لها، مشكلة باص لها سنة ونص تقريبا، لها سنة ونص. وين الباص؟ هو الباص هو الاختلاف اللي موجود فيه هو فقط انه في عنده تأخير على الموديل الباص سنة لقبل المسموح فيه. يعني هو 2017 المفروض يكون 2018، بس الباص موجود يعني، والباص لخدمة المجتمع المحلي وخدمة النادي اجتماعي. يعني الحل وين أستاذ عامر عشان نوجه الرسالة للجهة المحلية؟ الحل هو استثناء للسنة هذه اللي موجودة فقط لا غير. من وين؟ من رئاسة الوزراء مثلا؟ احنا توجهنا فيه لرئاسة الوزراء، وتوجهنا فيه لوزارة المالية، وتوجهنا فيه للجمارك. اها بالضبط، ايوه بدنا نحدد الجهات. هذه هي الجهات اللي توجهنا فيها، ولحد الآن ننتظر إن شاء الله الموافقة. سيدي احنا بنطرح ايضا طرحك على الهواء مباشره، يعني لما يكون في نادي رياضي بده يجيب حافله تخدم لاعبينا وابنائنا بشكل جيد، يعني يخلف عليهم. بالنهايه الرياض اصلا هي بحاجه، الباص اصلا ما لازم انتم تجمركوه ولا لازم تدفعوا عليه، بس انه يتعطل كمان سنه ونص. النداء وصل لرئاسه الوزراء، دائره الجمارك، اذا كان في فرصه وفي طريقه لحل مشكله نادي الحسين بهذا الموضوع، والجماعه مستعدين يدفعوا، ولكن يجب ان يكون هناك استثناء. صوتك وصل استاذ عامر ابو عبيد، نتمنى لك التوفيق بالاجتماع غدا، وكل عام وانت بخير. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا.